شوفوا قصة عجلون ما طلعتش ذهب، وزي ما طلعت الحكومة وعملت مؤتمر وحكت بكل شفافية وكل وضوح، احنا عشان مصداقيتنا وعشان شفافيتنا بدنا نعكس الحلقة الماضية. والكم معاي معاك هلا لاليلو هلا لاليلو لالي لالي لاليلو هلا لاليلو هلا لاليلو لالي لالي لاليلو هلا لاليلو لالي لاليلو هلا لاليلو لالي لاليلو ما في ذهبات ما في ذهبات كل القصة تجسسات ما صدقنا لا تلومونا تخلبطنا بالتصريحات سد الستين سرعوا متفجرات على أردني وبنت الذهبات هاي 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 فيش ذهب يا زلمة فيش ذهب كيفش ذهب فيش ذهب يا زلمة إسرائيل تتجسس علينا يا زلمة إن شاء الله كيف تتجسس علينا في معاهدة سلام وحمام فيش حمام يا زلمة كله طار يا زلمة كله طار فيش حمام يا زلمة معاكم معاي معاك يا الدار اديني يا حمامة كش ولا لاليلو ليس كل ما يلمع ذهبا ليس كل ما يلمع ذهب يا زلمه جايبين لنا خريطه عبريه يا زلمه شو هذه يا زلمه شو هذه خشومبا منبع شو يعني تحت الكرسي تحت الكرسي لو سمحت استاذ معاذ قبل شو خشومبا منبع وتحت الكرسي لا نحفر شو بدكم تحفروا اضاءه شو مايك اي شيء اذا اقول مايك تتخناش بالقصه خلص اقلب وجهك بدنا نحفر ما انت عارف ما احنا بدنا نعيد السكتش يا زلمه يلا يلا من اول خلص بدنا نحفر وين هون هون شيل الكرسي يلا يلا هون واه يا غزاله يا الله شو هذا يا تجسس شكله لا يا زلمه هذا اي ام يا ام اي اف ام ولا ايش هذا خلص جرب الو ايه هلا تحيه للعروس سوس ايه والله بجيبها اسمع شوف لنا وين في مناطق ثانيه ضي ضو هيو عجرش معلم عجرش يلا يا معلم عجرش لاند غسالات ثلاجات كرماني للبيع لاند غسالات هرقل الكذاب شخصيا موجود عندي كيفك يا هرقل سولف معي عيب معك سولف معي مين هرقل هذا انت هرقل انا هرقل اذا مالك يا زلم انت ما تقول شيء انا هرقل والله هذا ختيار مخرفني يا زلم كيف هرقل يعني انت فوق ما انت مهرقل شيبك ازرق كمان اذا بتغلط بقول لك هذا بالك ترى ما بتقولش عني مالك تعصب شو قصه الذهبات يا اخي شو قصه اي ذهبات انا جبت سر ذهبات اي وغيرت يعني؟ ذلك؟ اقسم بالله العظيم ما جبت سيرة الذهب بقول لك والله ما جبت سيرة الذهب وابي كسر لها اخرى يا زلمة انت ظليتك تسولف عن الذهب يعني؟ والذهباتي زي ما قلت ولا جبت سيرتهم ومش صحيح هالحكي مش صحيح نهائيا لا عن شو بقيت تسولف يعني كل واحد جاب سيرة لبنات حكيت عنه ذهبات لما قلت لك من جرش يا زلمة من جرش معرفية باللبن يعني انت هسه مش سكان مثلث رحابة يا زلمة مالك يا زلمة شو ثلاث رحابة ما جبت يا زلمة زي ما سكان قملي قمك ان شاء الله يا يما يقروا هادي زم يعني هسه انت مش هرقل العظيم الرومان انا من عمان مش رومان عمان انا بروح عمان بشتغل بعمان سري مري جارش عمان ما قلت لك انا بشتغل حفلات عيد ميلاد هذا زي تنكري فاهم علي جاي تنكري وعندي اخرى لبس تويتي مين تويتي شو مالك انت بتويتي يا زلم هذا الصوف عرفت انت ما. عندك لبسه؟ عندي لبسه مين هو؟ بجيب لك تويتي شو اسمه؟ تويتي بابا سنفور اخرى شو بدك كمان؟ باري عندي باري اخرى عندي شو بدك؟ بجيب لك يوم عيد ميلاد بس لا تقول اجيب سيرة ذهب اقسم بالله العظيم اجيب سيرة ذهب عندك بيكاتشو؟ بيكاتشو؟ لا اجيب بيكاتشو انا مريض
مريض مريض. كل ما تجسس تريريري، كل ما تجسس من الغرب يهودي وبيقول لك في بيننا سلام. كل ما تجسس تريريري. هي 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 حافر حافر جبل عجلوني، حوش جهستك من هوني، وبكرة بتفقع في وجهي يي 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 يي، تحرق عيني ورموشي، وهي وهي هي حافر. يلا أنا وشادي هفرنا سوا، رحنا أجلون لفهنا الهوى. ضا شادي الحمد لله، وأخيرا إجتنا القصة اللي بتخش المخ. يا أخي بتتصدق، جد بتتصدق، يعني بتدخل هون. هذا غير إنه أصلا فيها وثائق وفي بيانات، مش زي سلافة انهيارات ورادارات. قامت القوات المسلحة وفور وقوع الحادث بالكشف على موقع الانفجار وإجراء التحقيقات والدراسات العلمية والفنية لمعرفة السبب، وتبين أنه ناتج عن مادة متفجرة تنفجر عند تحريكها أو نزعها، مربوطة على أجهزة رصد وتجسس، أجهزة رصد وتجسس، وهي مدفونة تحت سطح الأرض منذ عشرات السنين. وقد تبين أن هذه الأجهزة قد تم زرعها من قبل الإسرائيليين في نهاية الستينيات. يا أخي بس سؤال، مش إحنا على أساس في معاهدة سلام بيننا وبين إسرائيل، ومن أحد بنود هاي المعاهدة إنه لازم تتسلم الخرائط والكشف عن كل مواقع التنصت والكشف عن كل الألغام؟ يا أخي أنا اللي بفهم من الحكي إنه تم الإخلال بأحد بنود هاي المعاهدة. يعني شو راح يصير؟ شو الإجراء اللي إحنا ممكن نتخذه؟ يعني شو التصرف راح يكون؟ مش بيقولوا جبنا الإسرائيليين إلى هنا اللي غرسوها بأيديهم؟ مصر أمانة بين إيديك. لما دلوا وين انحطت هذه؟ وين رقبت سدادة؟ ومش بالسهل لما إجوا. أنا بدي أقول لكم هذا الكلام، أخذت اتصالات كبيرة وهامة جدا، وهذه فيها جواب على يا ترى في مزروعات أخرى؟ إذا في مزروعات أخرى وما كشفت عنها إسرائيل لنا، رفض. هذا لا يبشر بعلاقات طيبة بينه وبين إسرائيل، ولا بعلاقات سلمية، ولا بعلاقات هادئة، ولا بعلاقات قلقة. سيكون الأمر أسوأ من هذا بكثير. مصر محتاجة لك. إحنا هسا بدنا نستنى إنه يصير كمان شغلة من الجانب الإسرائيلي؟ الحكومة الأردنية كان عندها نقطة على الشعب الأردني، إنه ليش الأردنيين صدقوا إشاعة الذهب؟ لماذا صارت هذه الزوبعة؟ حقا هذا هو أبو الأسئلة. ليه الجاهزية عندنا هيك؟ طب إحنا شعب واعي. يعني كيف تكون شيئا نصدق إنه في ذهب؟ ما هو حلم كل مواطن أردني إنه يلاقي ذهب. بعدين الحكومة ما هي حكت أكثر من قصة. أول إشي طلع محافظ عجلون حكى سلافة، الناس قالت لا يا عمي في ذهب. بعدين طلع وزير الإعلام حكى انهيارات، الناس أصرت غيروا القصة معناته في ذهب. بعدها إجا وزير الداخلية وحكى عملية عسكرية كأنه ثبت إنه في ذهب، خلاص الناس رسخ في مخها إنه في ذهب. يا عمي المشكلة لا مشكلة ذهب ولا مشكلة شائعات ولا من هذا الحكي كله، المشكلة مع الحكومة مشكلة ثقة. الناس ما عندها ثقة من كثر التصريحات اللي طلعوها. سيدي احنا ضد الاشاعات كلها، هذولا بيطلعوا الاشاعات مشان يزعزعوا ثقتنا فيكم سيدي، بس هم ما بيعرفونا، احنا ثقتنا فيكم عالية، هذولا بيقعدوا لي على الفيسبوك وتويتر وهاري بوتر وبصيروا يسووا لي اشاعات، بنزلوا بوست وقال مول بسكر، عمرك شفت مول بسكر سيدي؟ هاي الاشاعات مغرضة، هذول مغرضين، بدهم يشوهوا سمعتنا.
الحين ماكو سيدي الإشعاعات. طبعاً إحنا الأردن منحب نسعى إنه ننضم لمنظمة الإشعاعات العالمية. عفواً عفواً، بس أنا بحكيك عن الإشاعات، إشاعات من إشاعة. أكيد. حتى إحنا في الأردن منا نفوت منظمة محاربة الإشاعات، لأنه الإشاعات تطورت، والأردن يعني كل العالم هسا بسعى إنه ينضم لمنظمة الإشاعات العالمية ويكون ضمن هاي المنظمة. فإحنا إن شاء الله يعني الأردن هاي قاعدة بترتقي وبتعمل إنه تنضم لمنظمة الإشعاعات العالمية. إشعاعات سنة الإشاعة قاعد يا زلمة إشاعة. طبعاً بدي أصدق الإشاعة، أنا طبعاً بدي أصدق الإشاعة، ما هو كل شوي بيطلعون برأي، كل شوي بيطلعون بسلافة، أنا عشو أركز؟ أقل إشي بدي أصدق الإشاعة، أي إشي بيطلع بدي أصدقه، طبعاً بدي أصدق الإشاعة. أستاذ محمد، كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعيد أضحى مبارك للجميع. بس السنة هاي ما ضحينا لأنكم عارفين الوضع الاقتصادي للبلد من وين بدنا نجيب، لكن الحمد لله إنه عنا الشعب الأردني متضامن ومتكافل خصوصي بهاي الشغلات الأعياد والمناسبات. يعني اللي ما ضحى أكيد رح يجي من التوزيعة، رح يجي من هون ولا من هون، يعني رح تتدبر. السلام عليكم. السلام. لا تبخير بخير حبيبي. هلا الله يسعدك. الله يسعدك حبيبي. هلا أهلين. تنقف نقف قاعد. أهلين حبيبي. خلاص أهلين والله. خلاص أهلاً أهلاً. زبطين اليوم كله تبويز، ما فرقتش على كم من بوسي بوستين ثلاث. هلا زغول. شو كيف العيد كان معك؟ والله يا أستاذ معاذ العيد بجنن. حلو. شو مضيناها؟ قهوة وشاي ومعمول. طيب. قهوة وشاي ومعمول. قهوة وشاي ومعمول. معروف هاي. تبويز. لا ما انت حسيت شفت التبويس هذا. طيب حلو، بس يعني العيد متكتك السنه معك ظابط يعني. انا لا بس هاي الزيارات ما عملت شيء. يعني بالزيارات يعني موزه معلق شيء رايح جاي هيك. وين موزه معلق؟ ظبط الناس، ظبط اصحاب الواحد. لا يا زلمه لا يا زلمه، انا ظبط يا دوب ظبط حالي، ما حد شيء مذكرني. لا انت ظابط، مبين انك ظابط يعني، مبين امورك تمام يعني. ويش هون يعني الوضع يعني حبيبنا زغول الله يسعدك تذكرتنا وهيك الله يخليك. متذكرك متذكرك، بس هاي زباله بس كبه معك وانت نازل حبيبي الله يسعدك. شو الزباله هاي مش لحمه؟ كل عام وانتم بخير سيدي حبيبي. على راسي هاي كمان. شو الزباله حبيبي هاي مش لحمه؟ لا يا زلمه شو لحمه يا زلمه، مالك شو مالك يا زلمه؟ شو لحمه يا زلمه؟ شو اللحمه هاي؟ شو هي لحمه؟ شو هي اللحمه؟ لحمة لحمة عيد أضحى. شو هاي شو هاي ذكرني فيها شو هاي؟ كوفي شوب ولا شو بالضبط؟ وجاي بتبومس وقرفتني وأبصر جايب لي كيس زبالة. بعرف هاي الدنيا زحمة برا يا زلمة، احنا عني تمزح كمان كبها كبها بطريقك انت كبها. شو صار بقضية الشهيد رائد زعيتر؟ شو صار؟ قال أمين عمان عقل بلتاجي أن الباص السريع سيحل أزمة صويلح. لا هو مش بس أزمة صويلح، هو راح يحل أزمة شارع المدينة ودوار الكيلو وشارع مكة ومجمع رغدان وطريق الأوتوستراد للزرقة، وراح يحل أسئلة السكند والفيرست والفاينل كمان. يا أخي شو قصته الباص السريع؟ شو سلافته؟ طول نهار كنت طلعوا عليه أخبار وراح يعمل وراح يحل وراح نوصله للسلط وراح نوديه على سويلح. يا أخي وينه الباص السريع؟ يعني شكله بس جماعة الأمانة هم اللي بيشوفوه، وينه؟ ما شفناهوش ولا عرفنا عنه إشي. يعني معقول عندهم مجسم وبيفترضوا فيه حلول يعني هون بيروح على السلط وعلى سويلح؟ يا أخي شو قصته جد؟ شو قصته الباص السريع؟ شو بدك تسأل؟ شو قصته الباص السريع؟ ليش؟ يعني بدنا نعرف، بدنا نشوفه، بدنا حل. بس يعني ليش بدك يعني كثير تسأل انت؟ لانه هم كثير بيحكوا عنه. طيب يعني خلص مشي يعني. شو اللي مشيها يا زلمه؟ كيف مشي؟ لا تسأل خلاص انسى يعني. خلص اعمل بدكم اياه باص سريع، سوي اللي بدكم اياه خلص. لا لطيف هذا. قال وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي أن الأردن هو من سيقدم مشروع القرار الفلسطيني من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ثم العمل على تحديد مرجعية المفاوضات وأهدافها. وبده يتم إعلان دولة كاملة وبدون سقف زمني ولا سقف زينكو حبيبي. ولا سقف أي... سقف السيل حبيبي، سقف السيل اللي يجرفك إن شاء الله. شيل إيدك. أنا شايل إيدي حبيبي. أنا صير تحكي عن الدول. بحكي عن الدول. معاذ البزور بحكي عن الدول. بحكي عن الدول وبحكي عن دولة فلسطين بحدودها كاملة. أي خدود؟ خدودك المنمشة أي خدود. به
ساير دمك خفيف. غير غير البصل مشان الله. انا بغيب البصل. انت لك عين بتحكي؟ لا الي ثم يا ابو سبونج بوب. شو سبونج بوب؟ انت ابو سبونج بوب. بدي احكي للناس عن سبونج بوب تاك. شو سبونج بوب؟ شو سبونج بوب؟ ما شاء الله عليك، الواحد بشوفك من فوق بشوفك لابس جاكيت وكميس وهاي، بس من تحت شو من تحت؟ شورت عليه سبونج بوب؟ شلوت. شو شورت عليه سبونج؟ تذكر تضحك شلوت. شو قصة الأجهزة التجسس والتنصت هاي اللي حاطينها عنا؟ تجسس والتنصت؟ شو قصة قديمة هاي؟ سلافة قديمة هاي. قديمة ليش بعدها؟ ليش أنا مش عارف أنتوا ليش ما بتنسوا يعني؟ ما بتنسوا هسا، ما هسا بينت هسا. استنى 2013 مفاجأة سبرايز. اعتبروها سبرايز يا أخي. ما في معاهدة سلام، خلاص لازم هيك. طيب هو احنا لازم هيك نفاجئ بعض هيك وكذا، وانتوا تفاجئونا وانا نفاجئكم وهيك وكذا. شو المفاجآت البايخة هاي؟ روح يا زلمه، روح الواحد يعرف يعيد وخلص ينبسط في يومه. سلامة العيد. شو وين عيديتي؟ شو عيديتك انت؟ بدك عيدية انت؟ بدي عيدية. انت منظرك منظر عيدية انت. شو بدي؟ ايش بدك عيدية؟ لخمة فرضا. انت اللخمة هي، ما انت لخمة انت، ها من منظر واحد لخمة. طب هات عيدية. اذا شو العيدية اذا من والله بفتحك بكل اسرارك حبيبي. انت بتعرف انه تجسسات، انا متجسس على كل شيء حبيبي. بعرفك من راسك لساسك حبيبي. انت جد عارف كل شيء؟ كل شيء عارف. جد. هات 5 ليرات ولا ببتزك. هات جزاز. شو عامل؟ اقلب وجهك اطلع برا يا زلمه. باور رينجرز كمان عنده. باور رينجرز. اسمع شلوت، تحكيش عن الاواعي هاي الخاصه. سبايدر مان بس. بيكاتشو عنده كمان. القضاء على مشكلة سرقة المناهل. يا اخي مين فكر يسرقوا هذا البرنامج التعليمي؟ شو برنامج؟ مناهل المدن الغطية الغطية. طب ما انا بعرف ارضي، كان يجي على التلفزيون الارضي كنا نحكي. المدن الغطية تبع المجاري تبع المجاري. شو زام المناهل؟ المناهل زايد عامري. زام المناهل ادخلني ايها المدرب. اسمع هاي المكتوب، القضاء على مشكلة سرقة المناهل. حضرتك تسرح من عندك ليه؟ حبيت افهم مين سرق البرنامج؟ يعني عندي تساؤل صغير، بالنسبة للتوقيت الشتوي، ايمتى راح يبلش؟ يعني معقول يعملوا فينا زي السنة الماضية؟ لأنه عادة كل سنة ببلش بآخر 9 أول 10، ولحد هسه مش جايبين سيرة التوقيت الشتوي. إذا بدهم يعملوا فينا زي السنة الماضية عشان يوفروا 6.5 مليون، وما 6.5 مليون ونتبهدل، والأولاد يصيروا يطلعوا الصبح على المدرسة ويرجعوا بالليل يا عمي إمتى بتكون تعملوا التوقيت الشتوي؟ إمتى بتكون الخبر الصح، إلهام شاهين الضعيفة ترتدي النقاب. طب الناس حشو بتلبس؟ شكرا لكل اللي شاركونا على هاشتاج لو كنت اول واحد بدخل مغارة الذهب، ومنهم سجد داود لو كنت اول واحد دخل مغارة الذهب بعمل تشيك ان وبتصور سيلفي، حمزة تل لو كنت اول واحد دخل مغارة الذهب بفضي جيبي من البزر، اسراء حسونة لو كنت اول واحد دخل على مغارة الذهب تيجي امي بتصحيني من النوم، حظي وبعرفه. كل عام وانتم بخير، واكيد كل واحد فيكو صارت معاه قصة بالعيد، فياريت لو تشاركونا على هاشتاج قصتي في العيد. تسبب فأر في ماكينة صرف آلي في عمان بتعطيل ماكينة الصرف وإتلاف كمية من النقود قبل أن يخرجه عمال الصيانة مقطوع الرأس. ترى إحنا عارفين هاي الفيران، وعارفين العصابات والمافيات اللي ورا هاي الفيران، ورح نحكي اسمهم وما رح نخاف، وعارفين إنه في وراهم روس كبيرة، وأهم إشي تمسكوا زعيمهم. لازم تمسكوا برين، لازم برين ينمسك، لازم تمسكوا برين. يجب أن نخطط لليلة الغد. لماذا؟ ماذا سنفعل في الغد يا برين؟ ما نفعله كل ليلة يا بنكي، سنحاول السيطرة على العالم. هسا الحكومة نزلت أسعار المحروقات قرش. صراحة قرش أحسن من ولا إشي يا كبير. We'll be right back.
حلاك اتنين صبحاً اللي سواكي شنف عالقلب والروح يا حياتي بلاكي شنف عالقلب والروح يا حياتي بلاكي